يحرم هذا الأمور. لما داخل الشيطان للذاكر تكين الله سبحانه وتعالى يوسوس للإنسان في حال أنه كان في غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى بترك الذكر، فكيف الإنسان يدافع هذا الخطر؟ يقرأ قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ما من الجنة بس، من الجنة والناس. قلب الإنسان هكذا يعني متقلب، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. إذا القلب هذا غفل الإنسان عن ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر، التقمه شياطين الإنس والجن، التقم الشيطان يوسوس للإنسان، يأتي له بالأمور، يخوفه من الفقر، يكذا يأتي شياطين الإنس قولوا له تعال وانت من شلتنا وانت كنت معنا وانت ويش بلاك تروح مع المطاوعة وما أدري وين، يعني هكذا يعني. لذلك قال الله الإنسان عليه أن يأخذ هذه السور صباحا ومساء، صباحا ومساء. أذكار الصباح من بينها أن يقرأ الإنسان قل هو الله أحد 3 مرات، طبعا يقرأ آية الكرسي بعد ما يقرأ سيد الاستغفار، زين يقرأ آية الكرسي، يقرأ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، يقرأ قل هو الله أحد 3، الفلق 3، الناس 3، ويواصل بقية الأذكار، واصل موجودة في تحفة الأمانة بل موجودة الآن في وريقات. بعد صلاة العصر كذلك أيضا الأوقات مهمة، أوقات الذكر قبل أن ينام يقرأ الفاتحة وآمن الرسول، ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ بالرفاق 3، هذه هي التي تعصمه وتجعله لا يستسلم لا لشياطين الإنس ولا لشياطين ماذا الجن. كما أنه أيضا عليه أن يصاحب صحبة، الصاحب ساحب، إذا صحبت أهل الخير سحبوك إلى الخير وإلى المساجد وإلى حلقات العلم والذكر، وإذا صحبت أهل الشر يشنوك أكيد إلى مجالسهم، هي هذه حقيقة. الصاحب ساحب يعني يسحبك بحبل، لكن بحبل ماذا؟ بحبل أنت لا ترى. فعلينا أن ننتبه وأن لا نترك للشيطان سبيلا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أن لا نستسلم لطبعا هوى النفس ووساوس الشيطان، وعلينا أن نستعيذ ونلتجئ بالله سبحانه وتعالى، وأن نصبر أنفسنا مع أهل الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قبل الختام عشان نقرأ بس حاجة بسيطة. تفضل. قبل الختام يعني يقول